عاملين مبادرة التعليمات إن إحنا قاعدين هنا مجموعة مننا للأطفال اللي هي بنعمل لهم رسومات، بنعمل لهم حصص في مواد معينة. حبينا نخليهم يكونوا قاعدين في كتلة واحدة وحتة واحدة. عملنا لهم برنامج حقة الرسومات والكورس اللي هي بتبدأ مثلا من الساعة 2، كنا بنعمل لهم الرسومات بنلمهم في حتة واحدة، وبعد الساعة 2 من الساعة 4 بنعمل لهم كورسات لمواد معينة. بندرسهم صراحة 3 كورسات اللي هي الحاسوب والإنجليزي والقرآن الكريم. دايرين يطلعوا من جو النفسيات ديل ونعمل لهم رحلة ثم لاقين طريقة. بنتمنى إنه لو في جهات بتدعم تدعمنا، يعني تدعمنا على الأقل كراسات ألوان، ولو في أساتذة يجوا بالعصر يدوهم الإنجليزي لأنه مركزين عليه شديد. إحنا من ضمن الطالبات العالغات تفكرنا إنه مثلا نعمل مبادرات صغيرة، إنه رسومات، حلقة تلاوة، زائد الأستاذة ده اللي بتديهم اللغة الإنجليزية. إحنا قمنا بالمبادرة يعني على حسب الشفع كانوا مشتتين والشمس سخنة، إنه في ضربات شمس، قمنا عملنا المبادرة قاعدين ندرس. واجهتنا صعوبة لكن برضو يعني الحمد لله كسرنا الحاجز، يعني بندرسهم وبرضو للآن حاجة صعبة شوية، لكن بس دايرين توفير حاجات بسيطة مثلا زي الأقلام والأوراق بتنتهي والعاب المكعبات والحاجات البسيطة البسيطة، محتاجين لسبورة ولطباشير. ناس اليونيسيف قدموا لنا أقلام وألوان وكور وحبال بتاعة ألعاب، لحتى عندهم مجبزات غذائية قدموها لنا معاهم للأطفال يعني. وقاعدين برضو هم عندهم كان يلعبون كرياضة بس يريضوهم يعني، لكن ما قاعد يدرسون.